شوف يا أستاذ خالد، إن شاء الله تسكنوها بالبركة. شوف كيف شديناها لك، وهذا المشب وهذا الجلسة. هذا اللي فوق في معاه اثنين حبال، الفتحة هذه لو بغيت بعدين تشيل المشب وتسكر الفتحة هذه، فيه معاه قطعة فوق وعلى حبال، الحبال تحصلها قدام الباب، ربطها لك وجهزتها لك. بيبانها كلها سكرتها، خليت لك باب واحد مفتوح من المطبخ. لو بغيت تفتح الباقي تفتح، يعني أربعة الباب اللي تبغى تفتحه تفتح. يلا في أمان الله، إن شاء الله تسكنوها بالعافية.